مرحبا كتاب الشهرة. صرت أنا عم بطلع بكل الحلقات يا علي. بس لأنه كل اللي معك غوالي وأستاذ باسم ياخور النجم الكبير السوري اللي مفتخر فيه، زميلي وصديقي وأول حدا شفته أول ما فتنا على المعهد، يعني كان دفعتي وفعلا أول ما فتت على المعهد أول حدا التقيت فيه، وقليل اللي التقي فيه، بس باسم رفيق العمر ورفيق الدرب وفي بيناتنا كتير أشياء وذكريات. باسم ما في أغلى منه. باسم أنا ما بدي طول كتير عليك، بدي أسألك وينك من الإخراج، وخاصة بعد نجاح تجربة قومي هون يلي الناس لهلأ بتحكي فيها، وأنا كنت محظوظة أني اشتغلت فيها واشتغلت معك مسرح الرجل المتفجر. بدي أقولك ما لك مفكر تعمل عمل تلفزيوني، وإذا كان بدك تعمل عمل تلفزيوني من إخراجك حيكون كوميدي ولا دراما؟ بحبك كتير باسم، بتمنى لك الصحة والخير والعافية، وناطرين العربجي الجزء الثاني، وناطرين أي شيء بتعمله لأنه أنت بتشتغل من قلبك. بحبك كتير، باي. سؤال من النجمة والصديقة شكران مرتجى. والله نغنش قلبي وقت شفتها لشكران، أنا ما بتخيل شو بحبها شكران بنت دفعتي وصداقة العمر، أبضاية جدعة ما في منها، وموهوبة ومهضومة وبتحب الحياة، بتجنن شكران، ظاهرة بالجمال. بالفعل، شو جوابك على السؤال؟ والله أنا لك كان ممكن فعلا كمل بحالة الإخراج، أنا اشتغلت عملين، عمل كملته عن مخرج ما كمله وانسحب منه من أول أسبوعين ثلاثة تصوير لأنه اختلف مع المنتج ورفضت أنه ينحط اسمي على العمل، وعمل تاني اللي هو هومي هون اللي اشتغلته أنا ك يعني مخرج from A to Z. ما بعرف الإخراج مهنة بدك تكون أنت فيها مثل السفنجة عم تمتص كل الأمزجة المحيطة فيك، وبدك تكون أنت عم تستوعب كل شيء، ولذلك المخرج حقيقة والإخراج هو من أصعب المهن، وأنت بعد ما كل الناس تروح وتخلص شغلة أنت بدك تكون عم تروح وتحضر ليومك التاني بالبيت، ولما بيخلص العمل والناس كلها بتحمل حالها وبتمشي أنت بتكون عم تشتغل المونتاج والمكساج وتعمل قصصك، وقبل ما تبلش الناس تصويرة بتكون أنت عم تروح تحضر. ما لقيت حالي فيها، بعيد الفكرة كلياً، متعبة إلى درجة ومستنزفة للروح إلى درجة ما قدرت